الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا وربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يقول الله جل في علاه، نعم، لعباده المؤمنين، نعم، ولأنهم هم الذين ينقضون وينصعون إلى أوامر الله جل في علاه. قال الله تعالى آمرا إياهم بمصارمة الكافرين وعداوة الكافرين ومجانبة الكافرين والتبرؤ من الكافرين وعدم الرضا بفعالهم وباعتقاداتهم فضلا عن اعتقادهم. فقال الله جل في علاه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. هذه أيضا قد أخذها بعض العلماء بأن شريعة من قبلنا شريعة لنا، شريعة من قبلنا شريعة لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ما لم يأتي من شرعنا ما ما لا ينسخ يكون نسخا لشرع من قبلنا. لذلك احتجوا بأن الختان على الوجوب بما كان من إبراهيم عليه السلام أنه اختتن بعد 80 بالقدوم، من شرعنا ما يعضده ألق عنك الكفر واختتن، نعم، ألق عنك شعر الكفر واختتن. قال: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، نعم، اتباعه والاقتداء به والاتساء به، وقومه أيضا لكم والذين معه والاقتداء بهم والاتساء بهم في الولاء والبراء الذي هو أعظم أركان لا إله إلا الله. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم لأنكم تولون الكفار وأنكم تعبدون الأصنام وأنكم أيضا تكفرون بالرحمن، لذلك نحن نتبرأ إلى الله منكم ولا نرضى بفعالكم ولا نرضى باعتقادكم. ولذلك أهل الإيمان لابد أن يكونوا كذلك، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قال: مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقتكم وعبادتكم وأيضا اعتقادكم، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يعني شرعنا في العداوة والبغضاء إرضاء لله جل في علاه. فأوثق على الإيمان أن تعطي الله وتمنع الله وأن تحب الله وأن تبغض الله. الحب الذي المحرك له هو الحب لله، والبغض المحرك له هو البغض في الله. فلذلك قال: من أعطى الله ومن عن الله وأحب الله وأبغض الله إنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال ولاية الله بذلك. لذلك قالوا: بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ولم لا وهم يكفرون بالرحمن، ولم لا وهم يعبدون الأوثان، ولم لا وهم يردون الرسل ويجحدون برسالتهم وأيضا يكفرون بالرسل ويكفرون بالواحد القهار سبحانه جل في علاه. فكيف تكون الموافقة؟ فكيف تكون الملاطفة؟ كيف يكون البر بينهم؟ قال: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة من أجل الله جل في علاه والبغضاء من أجل الله جل في علاه. أنتم كفرتم بالله فعداوتنا لكم ظاهرة في هذا الباب، أنتم جحدتم بآيات الله جل في علاه فكانت البغضاء بيننا وبينكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وهذا أصل أو لازم أو أثر التبرؤ، إن كنت صادقا في أن تتبرأ من أهل الكفر فتبرؤك من أهل الكفر يعني لا بد أن يظهر بذلك. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي تؤمنوا بالله وحده ولا شريك له، وأن تخلعوا كل ما تعبدون من دون الله جل في علا من الأوثان والأنداد. وقلنا أنهم لما كفروا في الإلهية، وهم يعتقدون أن الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي هو الله جل في علا،
ولذلك شوفوا هم حتى في اندهاشهم على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء معجب، وكانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك ما هو لك تملكه وما ملك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقول لبيك لا شريك لك يقول قد يعني اسكتوا كفوا إلى هذا، وهذا هو النجاة لكم، لكنهم يعني كفروا بالله جل في علاه. لذلك كان لابد أن تكون العداوة والبغضاء وعدم الوفاق وعدم المحبة. قال حتى تؤمنوا بالله، يعني عداواتكم متوقفة إلى أن تؤمنوا بالله وحده. معلولة هنا العلة، إذا انتفى الحكم في هذا الباب، لأنكم كفرتم بالله، وكان لكم وجوبا أن تذعنوا أن تنقادوا أن تأتسوا بمن سبقكم الذين آمنوا برسل الله. الله أكبر الله أكبر. بعد أذنكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حرصا قال وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني تأتسون بهم تقتدون بهم إلا في قول إبراهيم لأستغفرن لك، إلا لقول إبراهيم لأستغفرن لكم، أي لكم في إبراهيم عليه السلام ومن معه أسوة حسنة تأتسون بهم إلا في استغفار إبراهيم لأبيه، فإنه كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم كان حليما رشيدا، نعم إنه كان أوابا أواب حليم. قال ولذلك نهى الله دعاء المؤمنين أن يستغفروا لكل من مات على الشرك ولو كانوا آباءهم وإخوانهم وأزواجهم. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه الحليم. الأصل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. شو انظر حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمه ماتت كافرة وأمه في النار وأبوه في النار والله المستعان، ماتت كافرة فاستأذن ربه أن يستغفر لها فأبى عليه فمنعه من ذلك، فاستأذن أن يزور خبرها فزار خبرها فبكى وبل السرى وبكوا معه. وأيضا قد قال إن أبي وأباك في النار، فأبو النبي في النار وأم النبي في النار، لأنهما وصلتهما رسالة إبراهيم عليه السلام، لكنهما كفرا بتوحيد الله جل في علاه، لذلك كان من أصحاب النار. ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين وكانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم الأبي إلا عن موادة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذلك قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم الأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فالمعنى لكم ليس لكم في إبراهيم هنا في الاستغفار أسوة، ولأنه تبرأ من أبيه لما علم أنه من أصحاب الجحيم، ثم أمرهم بهذا الدعاء بعد تمام التوحيد، وتمام التوحيد يكون من الولاء والبراء كما قلنا، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. قال الله تعالى في علاه على هؤلاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي توكلنا عليك بجميع أمورنا وسلمناها لك وأنت أرحم الراحمين، نعم وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك توكلنا فوضنا أمورنا بأسرها لك وإليك أنبنا تبنا ورجعنا وقد الممنا أو ألمت بنا المصائب مع بعد الآثام والمعاصي والذنوب، ولكنك أرحم الراحمين وإليك أنبنا، إنابتنا تكون لك واستغفارنا لك وخوفنا منك وخشيتنا منك وأنت أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. قال وإليك المصير، أي المعاد ويوم التناد، يوم يولون مدبرين، يوم يخرجون مفزعين مهرولين إلى رب العالمين، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن.
قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن كنا فاعلين. ثم هذا الدعاء العظيم ربنا لا تجعلنا فتنة. وقال هنا في هذا الدعاء وهو دعاء عظيم جدا: ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير، وربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هذه لها توجيهات: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تسلطهم علينا فيتمكنون منا فنكون فتنة لهم، يقولون لو كانوا على الإيمان لو كانوا على الحق لما مكننا الله منهم ولما نصرنا عليهم، الله المستعان. أو ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي يعني يكون هناك الجبن والخوار وعدم الثبات والسداد فتكون فتنة لهم أيضا في هذا الباب. ومعناها لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقول لو كان هؤلاء الحق ما أصابهم، أو لا تظهرهم علينا فيفتنوننا في ديننا كما قال أصحاب الأخدود، نعوذ بالله من الخزلان. نعم، فيقولون ما ظهرنا عليهم إلا للحق معنا والباطل عندهم، هم أصحاب دنيا، هم ما يريدون رياسة، يريدون مكانة، يريدون دنيا، فلذلك نصرنا الله عليهم، والله تعالى لا ينصرهم علينا. فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وفي هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان، هو أن الله يمد للكافر حتى لا يكون له في الآخرة من شيء، وإن أعطاه الله جل في علا فتلك الأيام يداولها الله بين العباد، كما قال الله جل في علا وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، فالله أعلم حيث يرى الرسالة سبحانه جل في علا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فلا تمكنهم منا ولا تمكن الكافر من المؤمن، حتى وإن زل المؤمن فلا تمكن الكافر منه. المنافق والكافر والفاسق والفاجر ينتظرون سقوط المؤمن، وهم يعني يريدون شفاء لصدورهم، لأنه يعتمل في داخلهم الفطر السليمة السديدة الله خلقها تميل لربها جل في علاه وتأوي إليه. فلما تجد أن أهل الإيمان يعني قد يزلون، قد يقعون، قد يتمكن منهم، فهذه فتنة لهم. الله يصد عنهم الباب الذي به يفيئون ويرجعون إلى ربهم. الله أراد لهم الخسران والخزلان، وهذا لا يكون إلا بذلك، لأنهم لا يتعظون ولا ينظرون إلى هؤلاء الذين ينصرهم الله جل وعلا. أنت انظر إلى كفار مكة كيف في بادئ الأمر تمكنوا من أهل الإيمان وساموهم سوء العذاب وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرجعوا، كانت فتنة لهم. حتى أبو جهل في غزوة بدر عندما رأى العدد والعتاد والعدة والعدد وترفع وتكبر وتجبر وقال لابد أن تسمع العرب بنا. طيب، بعد ذلك ألقوا في قريب بدر: ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا إنك ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. شوف، واغفر لنا. هم علموا أنهم قد زلوا، قد أساءوا، ويدعون الله تعالى ألا يمكن منهم أهل الكفر بذلك، ولذلك قالوا: واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وانظر إلى مناسبة الختام بهذين الاسمين العظيمين: العزيز الحكيم. فأهل الكفر وإن علت سطوتهم وإن تمكنوا من أمر الدنيا وإن كانت العدة والعتاد يعني في أيديهم، لكن الله جل في علاه لا يمكنهم ولا ينصرهم بحال من الأحوال، وإن الله يملي لهم من أجل إذا أخذهم لم يفلتهم. ولذلك قالوا: ربنا واغفر لنا الزلات والسقطات، كما قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ولذلك ترى أهل الإيمان والإخلاص والصدق الذين يفتنون يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: إنك أنت العزيز الحكيم، لا يضام من لاذى بجانبك، فأنت العزيز عز فانتصر. فكلهم لو اجتمعوا جميعا لا يستطيعون يعني نصر أنفسهم. قال الله تعالى: وإن تعودوا نعد. وقال الله تعالى: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نصرت بالرعب مسيرة شهر، والله على كل شيء قدير. قال: واغفر لنا، وهذه طلب المغفرة، وذلك أنه يقول: ربنا جعلنا فتنة لهم، لأنهم إذا وجدوا فينا الضعف والخوار، وجدوا فينا المعصية والتجاوز والتعدي، فإنهم يعني تراهم يترفعون. أنت لو تعلم كيف أهل النفاق أو أهل الكفر أو الفسوق والعصيان عندما يلتمسون آثار المؤمن ويجدونه قد زل، قد أخطأ، قد عصى، قد تعدى، لا تعلم
كأنهم يصلون إلى السماء بذلك، ويفرحون جدا على هذا ويمرحون ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصالة هم أكفر أهل الأرض وهم أهل النفاق. والله تعالى صد قلوبهم على الترقي وجعل الران يعلو في قلوبهم، فالأغلاف والأقفال على القلوب لا يمكن أن تطهر بحال من الأحوال، ولذلك الله يزيدهم غيا على غيين بذلك عندما ينظرون إلى أهل الإيمان ويجدون منهم ما يكون من البشر، يزدادون غيا على غيهم ويزدادون جبروتا على جبروتهم وتجبرهم وتكبرهم، ولا يهتدون ولا يعتدلون، والله على ذلك قدير، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. لذلك يقول الله تعالى واغفر لنا ربنا، فكانوا من أزكى الناس، علم أنهم يزلون، علم أنهم يعني يفسدون، علم ذلك، ولكنهم قالوا ربنا أنت تعلم ما بنا فاغفر لنا ولا تمكن منا كافرا ولا فاسقا ولا فاجرا ولا منافقا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. شوف التأكيد، إنك أنت العزيز الحكيم، عز فانتصر، عز فغلب، عز فقهر سبحانه وجل في علاه. ولو اجتمع من بأخطرها لينفعوك بشيء لن ينفعوك، ولو اجتمع من بأخطرها ليضروك لن يضروك، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. قال إنك أنت العزيز الحكيم، ومع عزتي وقدرتي وجبروتي وكبريائي وقوته هو الحكيم سبحانه جل في علاه، في الوقت المناسب، في المكان المناسب، في الأمر المناسب، يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. لذلك من حكمته أنه جعل شرعا وقدرا أمورا له في ذلك الحكم فيها، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يرفع أقواما يخفض آخرين، يعز أقواما يذل آخرين، بيد الخير، وهو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم. قال واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أكد الله جل في علاه الولاء البراء، لأنه من أركان لا إله إلا الله، قضية الكون الكبرى لا إله إلا الله. الله تعالى يعني خلق الخلق وأرسل الرسل، جعل القتال المرير وجعل العداوة البغضاء بسبب هذه القضية العظيمة، قضية الكون الكبرى. لذلك أكد لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن كنت صادقا تريد الآخرة، إن كنت صادقا تريد الله جل في علاه، فما عليك إلا أن تكون مثل إبراهيم عليه السلام في الولاء والبراء من هؤلاء الذين كفروا بالله جل في علاه. قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا تأكيد للولاء والبراء وتهيج إليه، وأيضا فيها تهيئة لإعداد السؤال، إعداد الجواب للسؤال يوم القيامة. قال الله تعالى إذن هذا علامة الإيمان هي هذه، نعم. لذلك قال الله تعالى لمن كان يرجو الله اليوم الآخر كنت صادقا وتعلم أنك راجع إلى ربك الذي فعلها فعليك بالولاء والبراء. قال ومن يتولى، يعني يتولى عن ذلك، وكان مواليا للكفار على أهل الإيمان، ولم يأخذ بقول الرحمن سبحانه وجل في علاه الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال لمن كان يرجو الله يوم الآخر هذه الإخلاص، وهذه مسألة عظيمة جدا، لأنه من كان صادقا فإن الله جل في علاه يختبر صدقه، ومن كان مخلصا فالله جل وعلا يختبر إخلاصه. ما من أحد زعم شيئا إلا والله جل في علاه وراء هذا، والسؤال هنا برهنت وإخراج من كان صادقا في زعمه بالقرائن. قال ومن يتولى، يعني يتولى أهل الكفر أو يتولى عن هذه الأوامر بمسألة البراء الولاء والبراء، فإن الله هو الغني الحميد، لأن الله غني عنكم، كما قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، قال الله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد سبحانه وجل في علاه. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء سبحانه جل في علاه. فالمسألة لكم وعليكم، فإن الله هو الغني الحميد سبحانه جل في علاه، هو الغني كما في غناه سبحانه جل في غناه صلى الله سبحانه جل في علاه، هذه صفته، والفقر صفة ذاتية للعبد كما قال الشاعر وقال ابن تيمية، والفقر وصف لذاتي والغنى وصف له ذاتي. هو الغني الحميد محمود على غناه، محمود على جبروته، محمود على قوته، محمود على قدرته، محمود على علمه سبحانه جل في علاه.
وهو حامد، يعني فعيل بمعنى فاعل وفعيل ومفعول، فعيل بمعنى فاعل، وأنه حامد لعباده يشكر عباده ويشكر فعلهم ويشكر نصرتهم ويشكر طاعتهم ويشكر عبادتهم، وهو محمود على إحساني وعلى بري وعلى جودي وعلى عطائي سبحانه جل في علاه، وهو يحب من العبد الحمد والشكر، لأن الله جل في علاه شكور، يحب كل شكور سبحانه جل في علاه. نعم، فانظر هنا الولاء والبراء عصب المسألة بأسرها، فلذلك ترى بأن الله جل في علاه قال: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد سبحانه جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. الفوائد المستنبطة من 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 عظيم أركان لا إله إلا الله الولاء والبراء: إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فضل الائتساء بالصالحين، فضل الائتساء بالصالحين. نعم، لو في أسئلة تفضلوا، صلي ونأتي إلى السنن بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.